دايما لما كل عمل جديد طبعا بيبقى حالة مفرحة وبداية حلوة، وبيبقى بنحس بعيد فعلا بعد رمضان. فطبعا لأي حد عمل أفلام جديدة طبعا مبادرة حلوة قوي. بقول لهم ألف مبروك، وبقول لمحمد رمضان عشان هو شاب أثبت وجوده في المجال الفني وعمل بصمة جميلة، وبحس ان في من دور عن دور في تنوع. فالف مبروك بجد من قلبي. لا كان في ليا مسلسل في رمضان بس للاسف يعني مش شايفه ناس كتير تابعته، علشان هو كان على القنوات النيل الدراما واللايف دراما، والقنوات دلوقتي دي ما بتتشافش تقريبا في رمضان، بيركزوا على القنوات الخاصه لكن القنوات الحكوميه مش بتتشاف كتير. فكان اسمه ولاد السيدة.